السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كنت عايزة أسأل، شوفوا كده الفيديو ده بجد، ابن عمي نيرة بيتكلم عن العيلة ازاي. العيلة دي كلها عيلة وسخة، وأنا بكره العيلة كلها، وأنا ما بحبش العيلة كلها. إذا كنت بعمل حاجة عن العيلة فأنا بعملها عشان صلة الرحم، خلاف كده أنا ما بعملش حاجة للعيلة. أنا ما بحبش العيلة. ويوم ما أبويا كلمني وقال لي تعالى عمك في ناس متهجمين عليه، أنا خدت بعضي ورحت لأبويا جري، رحت لأبويا جري عشان أشوف. شفته يعني غريبة جدا ان ابن عمها بيتكلم عن العيلة ان هو بيكرهها، وفي ناس كتيرة قوي برا بتنقد الناس اللي واقفة مع بيقول لي محمد. والله كبرت وبقيت راجل وجاي تدافع عن العيلة وجاي تدافع عن عمك، وعرفت ان ليك عم. انا ما مش كنتش جاي عشان ادافع عنك ولا عشان حاجة، انا جاي عشان ابقى واقف جنب ابويا عشان ابويا ما يبقاش لوحده. لما رحت هناك وقال لي الكلمتين دول قلت له اسكت ما تتكلمش معايا، ما قال لي لا يا محمود، قمت باصص له بقرف. اما ابويا قام قايل له محمود ما بيكلمكش عشان بنتك، كان وقتها وصل لحوار بنته بس كان اكونت فيك مكتوب عليه في البايو كده كلام ما ينفعش يتقال. انا لما قريت الاكونت والكلام اللي كان مكتوب رحت كلمت ابويا، ابويا قال لي كلم شباب العيله وروحوا لعمك. رحت لشباب العيله قالوا لي واحنا مالنا يا محمود، ده ابوها نفسه ما عملش حاجه، احنا اللي هنتدخل لما انا اكون بعيد وانتوا قريبين منها ومحدش يتدخل ولا يتكلم، لما انا اكون عامل حادثه ورقت في سريري ومحدش فيهم يجي يزورني العالم الوسخه، ولا حد فيهم رفع عليا سماعه التليفون وقال لي انت عامل ايه العالم الوسخه. لما اتكلمت مع عمي وقلت له ما تتكلمش معايا، ابويا قال له بيتكلم معاك كده بسبب عشان بنتك. لما قال لي تعالى محمود اقعد جنبي هنا، جيت قعدت جنبه قلت له عايز ايه اتكلم. قال لي بص يا محمود في كل شجره تقيله عرق عوج، والكلام ده اتحاسب عليه، الكلام ده اتحاسب عليه. قال لي في كل شجره تقيله عرق عوج، وده عرقنا العوج يا محمود، هنعمل انا متبري منها. طب انت متبري منها اقتلها، اقتلها بدل انت عارف انها ماشيه عوج. انا ما اعرفش حاجه عن اي حد في العيله، كل الكلام اللي طلعت قلته اللي انا اعرفه بس. يبقى صور الساحل الشمالي دي مش فيك، مفيش حاجه فيك، صور الساحل الشمالي مش فيك، ودي نيره، وده اكونت على الانستا يا جماعه، والمصحف اكونت على الانستا 15 كي، الصور دي كلها عادي.